بس الروبس بيحبوا يفرست بيك وكارما على طول. لو كارما اوبن اي ثينك هيفرست بيك عشان بيلعبوها ميد سبورت كتير قوي. سبورت ده حقيقي يعني كذا مرة. ودلوقتي شايفين البان عند ديانا كانت عند تلت لورد. من الناحية التانية كان الانصر هي الووكونج وفيجو. في تارجت بان للجنجل كتير ده طبيعي. يعني سوين متساب دلوقتي. اوكي هو تقريبا في فصل في الاستريم كان حصل فبنعتذر على التكنيكال ايشو اللي حصلت ولكن وي ار باك. نرجع مرة تانية نكمل الدرافت. يس كارما بان الوكونج بان لسه في حاجات كتيرة اوبن زي اللوشن زي تريستانا زي السنة وكمان معنا السوين والجوين. وفي حاجات عليها علامات استفهام زي الكارس زي الكوجا الحاجات دي هنشوفها ولا لا. وشفنا اول حاجة سوري معلش بس بلاي باي بلاي اللي جواه اللي مش جواه بحب احيانا طلعها. كمل كمل حلوة كمل لا لا كمل بس انا مبسوط والله. اندمج اندمج قوي. طيب احنا شايفين دلوقتي تريستانا اخدت من اول اكيد فليكس موجوده من بين رين ومن سايكن بس بيتهيالي بنسبه كبيره ممكن نشوفها على رين خصوصا دلوقتي ان اتعمل لوك المسفورتشن. يعني انت تقريبا لما بتاخد مسفورتشن انت بتقول هات لي تريستانا في البوت لين خلاص احنا كده عرفنا هي هتبقى فين. كمان رين مرعب بتريستانا بغض النظر عن الانت اللي كنا بنشوفه منه كتير في الكام ماتش اللي فاتوا في الايرلي او في الليننج فيز ولكن ستيل رين بتريستانا يتخاف منه. الناحيه الثانيه مسفورتشن هل ده قرار كويس يا مولتو ولا كنت رايك ان هو يتاخد حاجه شويه تبعد يعني او استنى شويه الإديكاري او على الاقل تاخد حاجه تنفع تتعامل معاها زي لوشن مثلا ان انا كنت ممكن اخد لوشن هنا. اعتقد ان لوشن كان هيبقى احسن بكتير بس اعتقد ما دام هم خدوا ام اف بدري قوي كده ده معناه ان هم داخلين الجيم من قبل الجيم اصلا هم عاملين بريبير للام اف بك وبرده فولي بير عايزين نلعب كتير قوي ف هم حطوا عندهم تيم كوم في دماغهم. يعني مثلا احنا شايفين انوبس واخدين تريستانا وجوين ميتا تشامبيونز وحاجات بنشوفها كتير ده الناحيه الثانيه اف فولي عارف انت اللي هو تي بي ال نوعا ما عايزين يتشيزوا وانوبس عايزين يلعبوا بروبر تيم كوم. فاعتقد ان احنا لسه هنشوف بالكات يعني ممكن نشوف نيفيا ميد بقى حاجات هنشوف حاجات غريبه كتير. اوكي ليونا تريستانا اعتقد ده 100% هبدل كومبو في البوت لين. انا اكسبكتنج انا لازم نشوف بروم. لا بروم لا لو ما شفناش بروم هنا تي بي ال عند ار 3 هنشوفه بان. او اي اكسبكت اي اكسبكت ان هي تكون لايك انسين ميستيك لو ما اخدوش بروم دلوقتي فيورا. اي بيليف اتس ا ميستيك. اي اندرستاند ان هم اخدوا الفيورا عشان يعني ما يتملاش بان. يس بس ستيل اي بيليف ان بروم فاليو از انسين خصوصا ان انا ما اعتقدش ان انوس هيسيبها لهم. ايه السبب يا برولايز ليه انت شايف بروم هنا فاليو عالي؟ عشان حاجتين هو is really good into ليونا وفي نفس الوقت really good into تريستانا وحلو مع الامف كمان. يس هيخلي الامف تسرفايف الليننج فيز ايشوز اللي ممكن تراي حتى في التيم فايتس على فكرة حتى وصد جوين مش وحش يعني. بس كانت وورس اكتر من فيورا بيك هنا in my opinion. يس باين على طول اجري عشان حاسس ان حاسس الشامبيونات اللي احنا شفنا سينيو بيلعبها مش كتيره حاسه بيلعب ليميتد تشامبيونز وهم عايزين يلعبوا فيورا فولي انتو جوين فبروبلي هنشوف توب سايد اجريسيف شويه ممكن نشوفهم بيلعبوا على فيورا بيلعبوا لكن... على فيورا مع مع تريستانا وليونا في البوت يا ممكن نشوفهم بيلعبوا على فيورا عادي. اوكي ولكن الثانيه بقى المتبقيه هو ان اكيد ار 4 لازم تبقى السبورت ما اعتقدش ان ار 4 تبقى في الميد ده كده يبقى تو ماتش يعني. ليه الار 4 تبقى هي السبورت انت خلاص شايف السبورت قصادك تستنى ليونا وانت مش عايز تريفيل الميد لينر بتاعك ايه بقى السبورت اللي تبقى كويس هنا الستار ممكن ليونا اوريدي قصاد ليونا اوت سي يعني ممكن لولو بس اي دونت لايك ات البديل الثاني الستر ممكن يبقى كويس ايه تاني جانا والله ايفن النوترس مش هيبقى اسوأ جانا عامه ممكن تصدق جانا ممكن تبقى تاوري ناتا بس شي جات باند تاوري ناتا بس شي جات باند ولا نوت شور صراحه بس الالستر هنا ممكن يبقى جود اي بليف الالستر حاسه ماي بيكو زايره هذا فاليو بس هو مش ميتا ف زايره حاسس ماي بيكو مش بي تو ماتش نو نو الماتش از نوت بلايبل والله زايره از نوت بلايبل قصاد ليونا تريستانا من نوت صور بس اللي متبقيه ولكن هو بيخسر الماتش اب يعني كده كده يس بيخسر الماتش اب خصوصا بعد ما ليونا دلوقتي بقت بتجيب الجليشن يعني زي ما كنا عارفين كان في انتراكشن كده كان كورجي طلع قاله يعني
مع النقطة سنت ليونا انه ازاي تلعب نص صد ليونا لما ليونا تعمل الايد وانت عامل كيو تمشي ما تديهاش له انت مش هتعرف تديك الكيو بتاعها. ولكن دلوقتي بعد ما ليونا بيتاخد عليها جليشل بقت بتعرف حتى توصل له بس هو ايه اللي اتاخد ده معلش عشان انا شخص نظاره بس شخص نظاره يا جدعان اوكي اوكي نظاره بس كان مبسوط بالغلط اوكي هاي اللي حصل كان ايه بي 4 بقى شتاش عموما مين اه في حاجه غلط اكيد حصلت عشان نشوف مومو. طيب احنا كنا شايفين البكات من عند فريق انوبيس كان باقي توب لين تقريبا صح كان توب لين قدام فيورا ايه البكات اللي ممكن ميزه ياخدها قدام فيورا شفنا امبارح ايه البنز اللي اتعملت اصلا هو واخد جوين لا لا هو واخد جوين صحيح ما جوين موجود اه اوكي صح صح نسيت جوين خلص امال ايه اللي كان باقي الباقي ميد وجونجل ميد وجونجل هي جوين على فكره فليكس اللي قلنا ممكن نشوفها جونجل برضه يعني فاحنا لسه مش متاكدين 100% جوني يعني ممكن نقول هي 80% توب 20% جونجل اه يعني فليكس الجونجل طبعا صعب قوي من ساعه نيرف الاي اللي خدته من السيزون اللي فات كمان يعني كان بقى الموضوع صعب ان هي تتلعب في الجونجل بسبب نيرف الاتاك سبيد اللي خدته. طيب احنا بتهيألي هنشوف في درون لدرافت لحد ما نوصل لحد المكان اللي احنا كنا فيه عند البي 4 عند الباك عند رين. طيب توقعك ممكن يبقى برولايز بدل الباك دي هو بقى لهم مين ومين معلش جونجل وميد لين صح جونجل وميد لين ياب طيب وكانت ايه الجونجل ليليا كانت موجوده كان لا معمولها بان ليليا بان عارف الصراحه حاسس الموضوع صعب يعني انا محتاج اشوف الدرافت كل سنه لحد ما قبل ما توصل للرن وبعد كده هقول لك ايه الفكره محتاج اشوف اخذوا ايه انا ناسي وكمان البانز يعني طيب انا عايز اسال على سؤال ثاني شوف كندر الثاني من مونتي تفتكر بفكر في كندر وبفكر في هيكرم بس مش فاكر اصلا دول عمل لهم بان ولا لا 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 ما اظنش ان احنا شفناهم فانا بتهيأ لي ان احنا ممكن فعلا نشوف كندر في الجيم ده لان هتبقى هيوج كمان قدام ميس فورتشن نفس الكلام فوليبير اعتقد هتبقى بكيه حلوه جدا ان I really like هيكرم actually عفيل yeah. هيكرم كان بيجود هنا بس ما بحبش هيكرم لا هو مين كان في عندهم اي بي طيب عندهم جوين توب ممكن ما يبقاش ليه فاليو هيبقى تو ماتش ماجيك دامج ممكن يقعدوا تريستانا ويلعبوا كارسوس جنجل لو ودوا تريستانا مد ولعبوا حاجه اي دي ميبي عامه ممكن هنا ساعتها ممكن ياخدوا الكارسوس يعني بس غير كده لا اي دونت ريكومند يعني يب ميبي هيكرم ممكن يبقى كويس بس استنى بص لحد ما نشوف برضه البيكس ثانيه افكر شويه كمان تريستانا من ناحيه ثانيه كان انصر ميس فورتشن وكان مين ثاني مع ميس فورتشن فوليبير تريستانا ليونا جوين والناحيه الثانيه كان فوليبير ميس فورتشن وناتولس بس كان في بكاه كمان جانجل كان مش عارف هو انا دماغي ما احنا قلنا فوليوم ميس فورتشن وناتولس وفيورا مظبوط فيورا كانت البي 3 الار 3 قصدي في واحد بندور عليه بس واحده طلعت واحده في الاخر اوكي احنا البانز دلوقتي اللي كانت لاليا ومن الناحيه الثانيه كان جي ريناتا وبروم وبروم البانز من عند فريق انوبس yes. كانت ريناتا وبروم yes, yes. واخر بان كان yes. من عند فريق تي بي ال كان ايه كان جانجلر برضو تقريبا مش فاكر انا بصراحه مش فاكر اخر بان كان تروندل مظبوط تروندل والسؤال بقى ليه تروندل بان هنا اصلا يعني I mean Trundle is good into Volibear يعني بس ما اعرفش الصراحة مش حاسه مع ممكن كمان عشان مش فوتش تاخد نوترس يعني لا وكش تايس وبرضه LMF يس LMF R وبرضه النوترس يعني Trundle يعني is a nightmare بالنسبة لحاجة زي النوترس بصراحة اوكي I can see this one coming and I would have never guessed جوين جونجل اوكي I predicted بعد اذنكم انا قلت كنا هتروح جونجل انا عايز الكلام ده يبقى ريكوردد عايز الكلام ده يبقى ريكوردد معلش يا ابني انت لايف مش مهم صحيح انت لايف معلش بس اوكي جوين جونجل بأزير مدلين يعني كده 2 اي بي 2 اي دي وستايلس فاليو سايلس هنا مش عاليه قوي بتهيألي اوكي ار ليونا بس برضو مش الحاجه الهيوج قوي في الجيم ده في ارات ايه تاني ار جي بي ما اظنش فيها الاستفاده كبيره وبنفس الوقت ار ازير ذات نفسه
اي ثينك انا فاليو جي بي وازير وليونا ميبي. اي ثينك ليونا ار على سايلس از جود, جي بي ار على سايلس از جود, ازير الت على سايلس برضو از جود. يعني الفكره تريستان ار بتستقبل اي بي برضو, تريستان ار برضو ممكن حكي جي بي ار هي لا هي اللي بتفك اي دي فا اي جي بي اعلى اعلى فاليو, اعلى فاليو جي بي ار فاليو من حيث الاري اوف افكت نفسها او السلو اللي بياخدها, انما كدمج ما اظنش ان هي هتدي له دمج كتير قوي. لا هي بتستاك بتستقبل بالاي بي. انا الفاليو مش هتبقى قويه للدرجه اللي هو ممكن يستفيد منها, على قد ما ان هو بس يكنترول بيها الفايت اتوقع. يعني هنشوف الكلام ده جوه الجيم. اوكي طيب دلوقتي هو كسايلس نفسه قدام ازير, هل دي اصلا جود بيك ولا لا؟ بارالايز I think it's good. I think the matchup. بص I'm not sure. أنا آخر مرة شفت أزير كان عندي 7 سنين. مش فاكر الصراحة. بس أو لا أنا شفتها قريب يعني صراحة. كنت بس مش ميتة يعني. ممكن ترجع ميتة مرة تانية. بس هي I believe إن هو it's good يعني. خصوصا بعد ليفل 6 كمان بسبب الأور بتاعته. عارفين سايلس من الشامبيونز اللي عنده داشز كتير. فلما كان عنده الأور هو اللي ممكن يفلانك الأزير كمان. فيكنسلوا الداشز بتاعته. بس على الورق يعني فاهم ده كلام سيريتيكلي كده. الجول جيم ونشوف. I'm expecting it's yes بس الجيم هيثبت لنا اكتر. اوكي طيب خلونا نتكلم بقى على جونجل باثنج. وقبل جونجل باثنج سرعه الكلير, لان انا بصراحه ما عنديش اي فكره جوين دلوقتي الكلير بتاعها هيبقى عامل ازاي بعد كمان الاتش بي بتاعها هيبقى عامل ازاي بعد الابديت اللي حصل للنيرف الهيلينج والاومني فامب اللي موجود من جونجل. مش عارف هل عندك فكره مولتو عن الكلير بتاع جوين ولا لا؟ بس انا عن نفسي انا ما زلت بلعب جوين جونجل ساعات يعني. هي اتنرفت من فتره, هي اتاثرت جامد عشان هم بقى بس ستايت ار فيري لو. اوكي اي جت ات قصدي فيري هاي سوري. ماشي ماشي هعديها لك فرولك. المهم الفكره ان هم قللوا يعني, هم عملوا لها نيرف وبعد كده عملوا بوف يعني. هم لما لقوها الوينرش بتاعها قل قوي بعد النيرف عشان الفاليو بتاعت الاي بقت قليله قوي, زودوا الكليرنج بتاع تقريبا زودوها 25% في الكليرنج بتاع الكامبات بعد ما كانوا له حوالي 50. فده رجعها تتلعب جونجل شويه عشان هي برضو خدت سمول باف بعده. بس انا ما جربتها يعني, انا مش عارف الفاليو بتاعتها في الجونجل عامله ازاي على الباتش الجديد. بس اعتقد ان الكليرنج بتاع فولي هيكون اسرع منه, دي حاجه انا متاكد منها. حلو طيب والجانك بريشر اصلا اللي موجود من عند فوليبير هيبقى اعلى من جوين ولا لا؟ خصوصا ان جوين كمان جي بي في التوب, ليونا تريستانا, فتخيل هي هتلعب اكتر على البوت لين صح؟ اعتقد هي هتباور فارم وتحاول ان هي تكفر البوت لين, ميبي تلوك فور فيرست دريك. اعتقد اول تو دريكس هيبقوا ممكن يكونوا رايحين لصالح انوبس عشان اي ثينك ان ازير هو اللي معاه برايه على سايلس. اوكي انا مش متاكد قوي بس اعتقد لا اعتقد ان ازير هو اللي معاه برايو على سايلس, خصوصا لو ازير لعب بجنايت. ممكن نشوف ازير بيلعب بجنايت ويلعب عليه اجريسيف على يعني. هو بارلايس كان قال ان سايلس حلو في الماتش اب دي, بس اي بليف ان لو ازير لعبها بطريقه سمارت ولعب عليه اجريسيف هو سهل جدا ان هو ياخد ليد من الماتش دي. اوكي بارلايس غير كده كده هيضايف فيورا, هيلعب مع فيورا ويضايف يا عيون بارلايس. الباسنج جونجل ليه مش توب؟ ليه فوليبير ما يطلعش توب ويحاول ان هو يلعب على يعني؟ انا حاسس ان فيورا السؤال فيورا هتعرف تاخد ستاك ويف على الجي بي؟ ما اعتقدش صراحه يعني. لو انا غلطي قلت صلحني يعني. بس ما على فكره الماتش اب ده حلو الجي بي. اها اوكي جي بي كاونتر فيورا اساسا صعب جدا ان هو تستاك ويف. ونعرفين طبعا فوليبير من الشامبيونز اللي بيحب لما يكون معاه توب لين ويننج ان هو يستاك الويف ويدايف. ان هو يجانك كده يعني عيني عينك اي ثينك اتس هارد. ليه؟ لان فيورا ما عندهاش برضه السيت اب جانكس اللي انت مستنيه. فان ماي اوبينيون هيكون صعب في الايرلي. ميبي ممكن مثلا ثاني سيرد حتى روتيشن ممكن يبتدي نشوف جانكس على التوب, بس غير كده ام اكسبكتنج في الايرلي كله هيبقى ناحيه البوت لين. لان انت ناحيه بوت ومد يعني, الناحيه الثانيه من الماب انت عندك سيت اب كويس عند النوترس, حتى الناحيه الثانيه من عند الجوين عندك سيت اب كويس زي ليونا والانجيج من عند تريستانا. واخر حاجه الميد, الميد برضو ستيل كويس بالنسبة لفوليبير على ان هو يساعد سايلوس, وبالنسبة لجوين تساعد ازير بعد ديفل 6 عشان برضو الالت بتاعت ازير هترجعهم لورا. زي ما قلت قال I'm expecting ان احنا نشوف باور فارمينج شوية من عند الجوين, ومن ناحية تانية جانكس اكتر من عند الميد والبوت. اوكي بس يعني الطب هيساف شوية سكيلينج, بس بيتهيألي السكيلينج هيروح اكتر في صالح جي بي. ان احنا عارفين جي بي الويف كبير, حاسس الاثنين بيسكيلوا كويس. بص بصراحة حاسس الاثنين بيسكيلوا كويس, بس انا نوت شور بقى مين يعني. ممكن في السايد, وبرضه صلح لي لو قلت انا غلط في السايد, ممكن ام اكسبكتنج ان فيورا ممكن تكسبه ليد جيم قوي, ولكن كتيم فايتنج طبعا ناحيه الجي بي.
in fighting in the hand. I would like your opinion, Mr. Molto. Fiora wins side lane after one item. يعني جي بي هيقعد يتشيز في الايرلي جيم, بس افتر وان ايتم فيورا شود بي ايبل تو وين ذا سايد جيم. انا عندي بوينت, بس أنا هو مش محتاج يفايطها يعني. جي بي كل اللي محتاجه ان هو يويف كلير بس عشان يماتش السبليت بوش بتاع فيورا, وهيبقى عنده امباكت اكتر بالالتيميت بتاعته ان هو يساعد التيم. انا حاسس ان فاليو جي بي حتى في الميد وليج جيم هتبقى اعلى من فيورا الى حد ما يعني. اي اجري, بس في حاجه مهمه ان هو معاه فوليبير بيضايف, فانت ما بتاخدش اجره من التاور ان انت معاك الار بتاعت فوليبير. ف يعني انا اختلف مع بارالايز في حته ميد بوت ايرلي دي. يعني هو ممكن يحاول, بس انا شايف ان كده كده لو فيورا عرفت ان هي تستاك ويف, بس هيبقى صعب برضو في الايرلي جيم. بس لو عرفت ان هي ممكن ان هي كيكا, ما هي هتلعب بدور انشيلد وسكند ويند المفروض, فالبوكينج بتاعها بتاع جي بي مش هيبقى عالي قوي. فلو شفنا مثلا ايرلي جانك ليفل 3 مثلا من فوليبيرا على جي بي, وجي بي ما عرفش يكراش الويف قبلها, وفيورا عرفت تاخد ليد ايرلي, ساعتها ممكن نشوف الفيورا بتبوب اوف شويه في الجيم. بس انا مش شايف ان هم ممكن يكسبوا الجيم من البوتلين خالص, مش عارف ليه. بحس ان الفاليو بتاع فيورا اعلى. انا اتفق في دي بلايز. نعم اتفق ولا ايه؟ على ايه؟ طب شكلك مش مقتنع. اصل انت قلت انا مش شايف, قلت لك البس النضاره, اصل انت ما سمعتنيش. ليه اني فولدر عايش اسمعك شيء. بص انا معاك شويه ان مش ميس فورتشن مش هتبقى يعني مش هي اللي هتجيب الوين ده. يعني هي لو الوين هيبقى عند تي بي ال مش هيبقى من ميس فورتشن. انا مش عايز حاجه زي كده, خصوصا ان هو كمان خدها تو ايرلي, وكمان مع نوتيلوس قدام ليونا تريستانا, فالوضع مش احسن حاجه بالنسبه لهم. فا ام نوت شور بصراحه. ولكن لو عايزين نقول فوتس, رايكم ايه؟ مولتو ليفربول. لا بهزر, بتكلم على ماتش التشامبيونز. انوبس I think it's انوبس, بس I'm hoping ان نشوف سايلاس دومينيشن في الميد لين, يجيب كيلز كتير قوي, والبوت لين يكسب برضو, عشان ما نوصلش للمرحله اللي يبقى صعب قوي بالنسبه للتي في ال ان هم يكم باك فيها. انما بالنسبه للدرافت بتهيألي I'm expecting انوبس. يا احد الليد جيم هيبقى برضو مع انوبس ولا ما؟ لا انا عندي سؤال حلو, بس بعد ما بارلايز يخلص معلش. عندي سؤال لازم اساله قبل ما ننقل للسبيد. تسالوا لي انا ولا تسالوا نيو فولدر؟ اسال الجنرال اللي كنت اسال. اوكي اسال عشان دي حاجه لازم نتكلم عليها. مين هيكسب ليفربول ولا ريال مدريد؟ ليفربول ولا ريال مدريد؟ لازم فوت اكشوال فوت. اوكي لا انا ما اعرفش الكوره, شوف اناليست بقى. يا عم يلا يا عم يلا بس عشان خلينا نروح للجيم بسرعه طيب عشان نلحق. يلا بينا نروح على ديمازيكو وموحة ونشوف فعلا انوبس ولا تي بي ال في الماتش الاخير النهارده من اليوم الخامس. ليتس جو. تعرفون ليش الجيمينج له سحره الخاص؟ لانه حقيقي. صحيح ان نلعب مع شخصيات وهميه, بس صداقتنا واوقاتنا مع بعض اكيد حقيقيه. مغامراتنا ممكن تكون خياليه, لكن ما حد يقدر يشك بحقيقه حماسنا لكل جيم. هذا هو إحساسي لأن الجيمينج سحر حقيقي. شكرا يا نيو فولدر, ويلكم باك اجان أعزائي المشاهدين في الجيم نمبر 5 مرة أخرى. The Black Lotus ضد فريق أنوبس في اللاست جيم. اخر جيم, ويعني خلينا نقول ختامها مسك ما بين تو تيمز من احسن التيمز عندنا, بلاك لوتس وانوبس جيمينج. خلينا نشوف ايه اللي ممكن يحصل, مين الفريق اللي هيكسب هذا الماتش. عندنا الروستر بتاع فريق انوبس جيمينج بالفعل فريق ميزه في التوب لين, مونكي في الجونجل, سايكن في الميد لين, ورين وفيفر في البوت لين. وعندنا برضو الروستر بتاع فريق ذا بلاك لوتس هنشوفه دلوقتي على الشاشه, ولكن الانالست بتاعنا قالوا ان احنا الفوت بتاعهم هما الاثنين راح لصالح انوبس جيمينج, رغم ان احنا شايفين الازير. ما شفناش سايكن قبل كده بيلعب بالازير, ما شفناش هل هو مرتاح عليه ولا لا. يعني الازير الوحيد اللي بنشوفه في المينا الى حد كبير هو اكاشي, ولكن خلينا نبص على الروستر. شادو وولكر يا حتى شادو وولكر هيز ا جود ازير بلاير, وشفناه يعني اكثر من مره في اللاست عايز. ياب عندنا سينيو تلت لورد, سينيو في التوب تلت لورد في الجنجل, شادو ووكر في الميدلين, إيريو في الاي دي كاري, وإنسين في السابورت. وشفنا إنسين بصراحة الراجل اسمه على مسمى, شفناه بيعمل إنسين بليز قبل كده, شفناه
بيبوب اوف في التيم فايت بيجيب بيكس. نتمنى ان احنا نشوف منهم اداء زي ده النهارده في الجيم. الجيم بدا معانا اخيرا والفوز انتهى وفريق ذا بلاك لوتس في الريد سايد وانوبيس جيمينج في البلو سايد. يب انوبيس في البلو سايد وبلاك لوتس في الريد سايد. ويلا نشوف بدايه اخر مباراه معنا اليوم في هذه الليله. الله كيف ما يقولوا ختامها ما يسكون. شوف من سيختمها هذه الليلة، هل سيكون أنوبيس من اللي يتفوق على ذا بلاك لوتس ويصل إلى الفوز الثالث لهم في هذه السيريز، أن فريق ذا بلاك لوتس سيصلون إلى الفوز رقم الثاني لهم لحد الساعة. نشوف الفايف مان ستاك الناحية هذه البوت سايد، نأخذ أرض نعمل سويبر ويعني يكون فيها فورمان ريكول لحد الساعة. نترك إنسين وإيريو ناحية هذه البوت سايد، كلاسيكال كوفرين من طرف فريق أنوبيس. ميزا في توب سايد ذلك معه مانكي لهذه الجوين جانجل، كانت جود فليكس بيك صراحة بالنسبة لهم. كل يعني ظن على أن هذه الجوين راح تكون توب لين ضد فيورا، لكن في الأخير يعني نشوف على أن مانكي يعني قادر على أنه يتحمل مسؤولية أنه يلعب جوين جانجل ويعني ويخلي الميزا توب لين بتاعه يعني فرصة الكاونتر بيك وأنهم ياخذوا جي بي اللي يعني كيف ما قالوا الاناليست بتاعنا هو هارد ماتش بالنسبه لفيورا. ياس هي كانت تشيزر ايرلي جيم، لكن يعني بعد الـ 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 بعد الفيرست ايتم عند فيورا يعني يو فيورا شود تبي لوز يا شي جاست رانز هيم داون يعني جي بي بي نطري لي نطري لي صراحه. لوك هو المشكله في حاجه، المشكله ان جانج بانك يعني هو بيقدر يدول فيورا ماشي، حتى بالبيلد اللي هو بيعملها دلوقتي ان هو بيجيب الانتي فورس بيجيب الديستانس بنشوفه يعني مش الوان شوت جانج بلانك اللي متعودين عليه، بنشوف تقريبا بروزر جانج بلانك. ولكن المشكله بروزر جانج بلانك برضه ان انت محتاج تهيت البارلز بتاعتك، فسهل جدا بالنسبه لسينيو ان هو يأوت تايم الجي بي على البارلز باستخدام الكيو باستخدام الاوتو اتاك ريسيتس من الاي. عنده تولز كتير قوي ان هو يحاول يران داون الجي بي. الجي بي فرصته دلوقتي، ميزه فرصته دلوقتي ان هو في الايرلي جيم يحاول يقول لسينيو على قد ما يقدر ما يخليهوش يلعب الليننج فيس براحته زي ما احنا شايفين. حاول تستخدم الكيوز بتاعتك، استخدم الباسيف الترايل باي فاير، اعمل دامج على قد ما تقدر. ولكن سينيو انا واخد بالي ان هو اللي جاب ليفل 2 الاول، هو اللي عامل بوش في البوت لين وادي انسين على طول بهوك على انسين بالانسين هوك لحد ساعه الاسدرين. فيها دبل تاب من طرف الاسديريو، فيها بوليت رين ينقان على شخصين وديزنجيج حاضر من بوت لين فريق انوبيس. نقان شادو وولكر يتقدم محاوله الستون على سايكل، لا عنده الهابي فيت ونايس دوج من طرف هذا الازير. ديسا نشوفو تو ماتش دامج يأخذ من طرف هذا السايلس. سير يبقى دائما عنده الادفنتج ضد الميلي تشامبيونز على مستوى هذه الميد لين. ومرة أخرى نعود إلى هذه الويف اللي باونسين باك ناحية إنسين وإيريو للومان اللي حد الساعة استعمل الكثير من المان عشان أنه يأخذ الليفل 2 بريشر، وكذلك عشان أنه يعني يأخذ سم بريشر على الأسدرين وفيفر. نتيجة الطرد يتقدم على سايكن، هل يكون فيها كولابس من هذا السايلس ومن هذا الفولي بير على هذا الازير ولا لا؟ نشوف شو ممكن يصير لحد الساعه. الفوق اوف وار سايكن هاف نو ايديا بوجود شيلد لورد في هذه الاثناء. من وايل جوين ستوب سايد نجان شادو والكر فيها داش، لكن لا فيها دريفت انسين من طرف الاستاذ سايكن وسرفايف هذا الجانك من اجل يونا من هذا الفولي بير مره اخرى. سيني في توب سايد ولت ماتشين هذا الميزه هذا الجي بي نفس صراحه قوه الجي بي في الايرلي جيم بالجراس وكذلك بالبريشر اللي تكون عنده باستخدام ال دبليو تعطيه هيل وكذلك تزيل كل السي سي. ويلا شوف شو ممكن يصير. ياب وطبيعة الماتش زي ما احنا شايفين الويف كبيرة جدا راحة ناحية سينيو اللي المفروض يبقى لو اتش بي معظم الوقت بطبيعة التريدنج اللي المفروض يكون موجود من عند ميزا استخدام الباسيف استخدام الكيو يفضل مخلي سينيو لو اتش بي ما يديلوش فرصة ان هو يلعب الليننج فيز براحته، لان يعني اوكي هو كده كده هيسكيل انت تستخدم الوقت بتاعك برضو. ميزا بيسكيل باستخدام الجانج فلانك، هتلاقي ممكن يسجل بيلد مثلا اللي هي التراي فورس ديس دانس هال بريكر، تالي دي البيلد اللي ميزه بيبنيها في معظم الماتشات دلوقتي. تدي له باور عالي قوي في الدولينج، تدي له باور عالي قوي في السايد لين، يقدر ان هو ممكن يحاول يماتش الفيورا في السايد لين. وشفت انسان برضو بيعمل هوك كويس قوي في البوت لين، يعني الراجل ده خطر ما ينفعش رن يبقى واقف كده. حاسس ان رن واقف بشجاعه شويه رغم ان الجانجلر بتاعه مش موجود في السايد، الفوت جانجلرز واقفين في التوب سايد. انسين بيحاول ان هو يلاقي هوك ولكن العكس الانجيج موجود معاه. محاوله الكاتش على انسين فاضي سامي اجن، محاوله الكولات موجوده على انسين كده عنده الافتر شوك خليه فيري فيري تانك اجن. اريو محاوله الرد بالقليل من الدامج وفاينل ديسنجيج حاضر من بوت لين فريق انوبيس. على طول الديسنجيج هيبقى موجود. المشكله دلوقتي انسين حتى لو عمل هوك اريو معهوش المانا الكفايه ان هو يستخدم الاوتو اتاك، ولكن بص فيفر بوت ترين الاثنين فول مانا الاثنين معاهم الابيليتيز وكمان
معهم ادفانتج شويه في ستامنر سبيلز بما ان هم معاهم الهيل. الناحيه الثانيه اريو هيبقى معاه كلينج لانه بيلعب قصاد ليونا. طيب الهيلث ادفانتج دول ممكن يخلوا افضل ايه يخلوا فيه افضليه عند فريق انوبس هو يكسب ال2 في 2 بوت لين. ميزه هنا لسه في فارم لسه فيش اي كل على مدار الجيم لغايه دلوقتي. احنا داخلين على الدقيقه 6 دراجون الاول موجود دلوقتي على الماب وهو الماونتن بريك. هل نشوف بداية الكيلز يعني بداية الفايتس موجودة عند البرن او عند الدراجون؟ اوه انسين ستاك انسين ستاك واتس انسين قدر تقول لك اللي في فلاشين فاش اوف تاركي طرف سنفيبر فضيح تعمل لك اللي انسين وان اتش بي بين فرس بلوت سكيورتي لادي التريستانا. والجواب حاضر من طرف هذا النوتيلس questionable move من طرف هذا النوتيلس اللي كان عليه كريب بلوك. واتس كان بيحاول يهولد الويف اوفرتس هو كان بيحاول يهولد الويف لاريو معرفش حصل له كريب بلوك ولا لا او معرفش يرجع ولكن هو كده كده كان عايز الويف تخش تحت التاور كان عايز يستكها. الناحيه الثانيه هتلاقي فيفر كان عايز يبوش الويف التاور عشان كده دخل عليه وعمل له قلت لك على طول رن عمل بقى الفولو اب لان هو متانك ويف كبيره جدا جدا قدر ان هو يطلع عليه كميه دامج ياخد الكل يعمله الدايف. اقدر اقول ان هي ورث لصالح فريق انوبس ان هم خدوا كل على الايدي كاري لكن لورد بيحاول ان هو يعني يعادل الدنيا شويه وبياخد يب اكزاكتلي فيرست دريك سيكون لصالح فريق بلاك لوتوس من طرف تشيلت لورد. هذا الفولي بير لو كونتيست من طرف فريق انوبس لحد الساعه عندهم 6% بوف على مستوى الارمر وعلى مستوى الماجيك ريزيست. مره اخرى نتحدث على جيم فيها تو كيلز في الدقيقه السادسه والبوث تيمز يعني لاعبينها فيري فيري سيف ما بدهمش يعملوا كوين فليب لولا من الموز ولا كذلك ولا من الاوبجكتيفز لحد الساعه. مونكي قدم ناحيه هذا الريد بوف هل يستطيع انه يعمل له ستيل ولا لا؟ شوف شو ممكن يصير لي حد الساعه ان البيكس موجوده في الوتر وحوله الكولابس وكذلك فيري جود موف صراحه من طرف فريق ذا بلاك لوتس لحد الساعه لاعبين ا جود جيم ضد فريق انوبس اللي مدورهم يعني بدهمش انهم يعملوا كوين فليب لهذه المباراه ولاعبينها فيري فيري سلولي. يب ولكن السلو جيم بلاي ده بيدي وقت برضو اكبر لازير ان هو يعمل سكيلينج للجوين. كمان الجي بي كلهم بيعملوا سكيلينج كويس جدا. الناحيه الثانيه عندك الفولي بير مش اكتر حاجه بتطلع دامج في الليك جيم. عندك يمكن الفيورا مش احسن فايتر برضو فيورا بتلعب على السايد لين. هل هنشوف فريق ذا بلاك لوتس يلعب الجيم الحلو ويتجه ان هو يلعب على السايد لينز لان فريق انوبس اقوى في التيم فايتس. فريق انوبس يقدر ان هو يعني معاه زي ما تقول كده الكلاسيك كومب الومبو كومبو اللي تكسب التيم فايت مين وايل. الناحيه الثانيه عندنا اللعبه هيكون موجود على السايد لين ففريق ذا بلاك لوتس محتاج ان هو يبقى يمكن برو اكتف شويه اكتر. محتاجين نشوف تلت لورد بيعمل بلايز سواء في البوت لين معاه سيت اب كويس جدا من عند النوتيلس يقدر ان هو يعمل جانك البوت لين بسهوله جدا وكمان معاه سيت اب اكزاكتلي معاه سيت اب على مستوى الميد لين. سنشوف صراحه يعني تلت لورد شو ممكن يصير يعني شو ممكن يسوي لحد الساعه في هذه المباراه. عندهم البلايش السيل كاست از فيرست ايتم عشان تكون عندهم مور موبيليتي على مستوى الماب وهنا تحرك هذا الفولي بير ناحيه هذه التوب سايد. هل يبدا هذا الريفت هيرالد ولا لا؟ شوف هنا كان البينكس حاضره الثورد تعمل ال سكاي سبليتر ويتوجه ناحيه الكامب تاعو لحد الساعه از بيهايند تقريبا بسبع سي اس مقارنه مع مونكي بهذه الجوين اللي بيدور ولا زال يبحث على ناشر توتس از فيرست ايتم. بالظبط كده النشر توث بقى باور سبايك كبيره جدا بالنسبه للجوين بتخلي الكلير بتاعها احسن بتخلي الفايتنج بتاعها احسن. بعد كده بنشوف تاني ايتم على طول بتبقى الريفت ميكر على ما اظن هي بتبقى تاني ايتم موجوده على الجوين ولكن لازم تجيب الاتاك سبيد عشان تعرف تعمل كلير في الجنجل التوب لين. لغايه دلوقتي سربرايزنجلي ما فيهوش اي كلات ما فيهوش اي حاجه يعني انت بتتكلم فرق فارم صغير جدا موجود عند ميزه ولكن فيفر دلوقتي بيتحرك على التوب سايد تلت لورد بيضطر ان هو يتراجع مره ثانيه وسنه في مجاعه. يب اكزاكتلي هنا كان هاي جاك يستعمل من طرف شادو وولكر ويعمل ستيل لهذا السولار فلاي اللي هو التيميت هذه الليونا. شوف شو ممكن يسوي بهذا الالتيميت لحد الساعه يبقى يعني عنده فاليو مره كبيره سبيشلي في السكرمشز اللي يكونوا داخل الجانجل. كان عندنا ريفت هيرالد في هذا الاثناء من طرف مونكي من طرف ميزا. شوف محاوله اخذ التوب رايو من طرف ثاني وكذلك من طرف تشيلت لورد. انسين موجود في هذه الاثناء بهذا النوتشولس لكن لا ننسى على وجود سايكل وجود مونكي كذلك فيفر والكونتيست ولا الكولابس راح يكون على ريفت هيرالد ولا لا. بس لان فريق ذا بلاك لوتس مازال متاكدينش واش ياخذوا هذا الكولابس ولا لا. وفاينلي خليوا افري هيرالد بالنسبه لهم مين وايل سينيو ياخذ بليت سولو في هذه البوت سايد. يب هيوج جدا بالنسبه لسينيو على فكره. خد بالك تو بليتس انت بتتكلم في تقريبا 320 جولد كانه خد سولو كيل بالظبط في التوب لين هتبقى هيوج جدا لصالح فريق ذا بلاك لوتس. لازم انوبس
يردوا بحاجه لازم يستخدموا الريفت هيرالد عشان يعادلوا شويه الجولد ادفانتج او الجولد ادفانتج يعني اللي حصلت في بلين اوفر اول. فريق انوبس هو اللي هيد دلوقتي في الجولد ولكن الفرق صغير جدا, احنا لسه في الدقيقه 10. فريق ذا بلاك لوتس متقدم من ناحيه الدراجون, الدراجون رقم 2 هيسبون. ما اظنش ان هو هيك مستحيل يكون الماونتن دريك, هو الدريك الاولاني كان ماونتن اظن ان دي بوجه في السبيكتيتور. الدراجون الجاي ميبي هنشوفه على الماب, ميبي سوف نشوفه على الماب اللي يعني نعطيه بريدكشن يا موحى. وات دو يو ثينك نيكست دراجون شو راح يكون؟ انا اقول راح يكون ماونت, انا راح اقول راح يكون اوشن. مين في فليب انفرنال اي حاجه ما اعرفش الصراحه. رايت في الاخر هيطلع كلاود انت عارف يعني. اوكي واي نوت بالظبط كده, واي نوت واي. رايت ناجان جيم جوين سليبي مود مره اخرى, تو كيلز في 10 دقائق. يعني كيف ما قلنا على ان التو تيمز عندهم جود سكيلينج كومبوزيشنز, لا من ناحيه بلاك لوتس ولا كذلك من ناحيه انوبيس. ينتظرون يعني الباور سبايك بتاعهم, ينتظرون وصولهم الى الميتيك ايتمز ولا حتى ليجندري ايتم اللي راح يخليهم عندما البارس لك اللازم هنا مونكي. ينتظر شادو والكر, ينتظر الغلط من طرف هذا السايلس عشان انه يعمل له بانش بالدمج على التاور بالكل ميبي ولا كذلك حتى بالريفت هيرالد اللي لازاله تقريبا دقيقتين وعشرون ثانية عشان انه يكون كنسل من طرف هذا الكل. انسين يتقدم فدلت نامي بيكوفا كولاس ميبي نوت نقل هو كومبويت هذا فدلت على ليونا فوضية صعبة كلايريو بالدبل طاب. وشوف معي مونكي يتقدم فدلتنا عنده الجوث اللي يكون في كولابس لويت ميتشل من طرف الجي بي. الكاش موجود لويت انسين شيلد صارد محاولة التسدان لكن لافايلي انسين يجد نفسه فضيع سامو محاولة لويت ميتشل من طرف الجي توم كلا باك لاين على فيفر لكن لافايلي لويت ميتشل من طرف الاسد سايكن يا سلام لويت ميتشل من طرف الازير فايلي شيلد صارد فور لابارتي داون نقاش ادوار كده يتقدم محاولة الهيلين وهنا يجد التارجت ثاني وبالتليبورت من التوب لين يا سلام يجيب الكيل على الاسد فيفر خليها 1 فور 1 مره اخرى الفولو اب موجود لكن لا سبورت شيلد صارد يخليها ادفانتج لصالح فريق انوبيس 2 فور 1 في هذه البوسايد لحد الساعة. محاولة اكمال البيش من طرف فريق تي بي ال لكن ديزينجيج من طرف الفريق المصري وجي جي ويل بلاي انذر تايم الادفانتج لصالح انوبيس بعد اخذهم لي 2 كيلز في هذه البوسايد. ايوه ولكن خد بالك البرايورتي دلوقتي موجودة مع فريق ذا بلاك لوتس اللي يقدر ياخد الدراجون رقم 2 بالنسبة له, ولكن هيقرروا ان هم مش هياخدوه. تلت لورد لسه جاي من البيز الناحيه الثانيه. فريق انوبيس بيحاول برضه ان هو يرد البريشر ده, بيحاول ان هو ياخد الميد لين برايورتي بالفعل, يستخدم الريفت هيرالد اللي هيدي تقريبا تو بليتس لصالح مونكي هيديله ادفانتج كبيره جدا جدا جدا. دريك ولا طلع كلاود ولا اوشن ولا انترنال في الاخر يا هيكسك فايل اللي راح يكون اول دريك الثاني معنا في هذه الجيم. يلا شوف شو ممكن يسير لحد الساعة. توزا نايس تليبورت صراحة من طرف سينيو اللي عنده الترينيتي فورس كومبليتد لحد الساعة. مارتين هذا الجي بي فيرست ميتشيك ايتم كومبليتد عند هذا البوت اوب لينرز. من وايل انوبيس يحاولون انهم يبدأوا هذا الدراجون لكن لا انسين وتيلت لورد وشادو وولكر موجودين. فدتنا هل نشوف 3 في 3 ولا لا؟ انا اشوف الكولابس ولا نذكر لان ميزا عنده تليبورت وبيكون عندهم ادفنشر سولاي فريم وشادو من طرف الاسد شادو وولكر لكن لا في ديزنجيج. دراجون سكيورت لانوبيس والسمايت حاضرة من طرف مونكي. رجل رقم 2 بيروح لصالح فريق انوبيس جيمينج اللي دلوقتي يمكن متقدمين في الجولد ولكن مش بفرق كبير, بفرق حوالي 2000 جولد فقط. لكن بص هنا في فيرورين اللي انتاب يحاولوا ان هم يقتلوا النقطة. والله في حضر فدتنا من طرف اليونان كاش على الايرو لكن لا بولي تايم حاضر فدتنا من طرف الليدي دي مسفورشن دي تشوم واسمه على فيفا لهذه الساعه. هذه الليونا هذه التانكي ونايس هوك من طرف الاستاذ ينسين على فيفا فاضي عصابه في اوتو اتاك في دي بي اس في موفمنت سبيد من طرف الاستاذ ايريو. يلا جيب الكيل على الليونا شوف شو ممكن يصير لحد الساعه. 1 اتش بي فيفر من وجه متحضر فدتنا من طرف شادو والكر فيرست اون بوينت على الاستاذ رين. هاف ا جود نايت تو كيل سكيورتي ذا بلاك لوتس ونايس كولابس في هذه البوت سايد. طبعا من عند انوبيس جيمنج يتعاقب يعني بشكل جميل جدا من عند ذا بلاك لوتس, قدروا ان هم يجيبوا تو كيلز هيوج. وخد بالك كان في شوت داون كمان موجوده على رن قدر ياخدها شادو ووكر اللي دلوقتي متقدم في الفارم بحوالي 10 ومعاه كمان الجولد بتاع الشوت داون. معاه اول ايتم كومبليت مقابل سايكن اللي لسه ما كملش اول ايتم معاه اول ايتم وبوتس لصالح الميد لينر بتاع فريق ذا بلاك لوتس. سايكن هنا بيحاول ان هو يرد البلاي, يحاول يعمل حاجة في التوب سايد ولكن سينيو هيبقى موجود. هل هيقدر يديفند التاور بصراحة؟ اي سينيو قد يصعب اور في جوكن يدوج ولا لا؟ سينيو اللي ما عندوش مانا ما يستطيعش انه يستعمل الالتيميت لكن لاحظ وولكر محاولة الكولابس يعلم على ان سينيو از لو مانا ما يستطيع يعمل ولا شيء سبيشلي بوجود الليون كذلك باتين توب سايد. يعني ممكن نقول على ان ذا بلاك لوتس قاموا بعمل جيد جدا صراحة في اللاست موف الراوند هذه البوت سايد لكن ذي ستيل بيهايند تقريبا ب 2000 جولد مقارنة مع انوبيس اللي حد الساعه لين فيري جود جيم.
يب، وكل ده بسبب التورتس اللي اتاخدت من سرح من عند فريق انوبيس. قدروا ان هم ياخدوا التور في التوب لين كامله، قدروا ان هم برضو ياخدوا بعض البليتس في الميد لين، وده قدام ادفانتج كبيره جدا جدا في الجولد. بص الميد لين فاضل 1 بليت ليترلي، البوت لين اظن ان هم كان يبقى له التورت خلاص راح، والفيرست تورت هنا بيدي جولد ادفانتج رهيبه، ودريك واحد فقط لصالح كل كلا من التيمين. الدريك الجاي هو هيكون الكلاود، وهو يكون الثول بتاعتنا، مش اكتر ثول مؤثره في الجيم، ولكن لكن هنا لوكينج فور بلاي كم حكي لاريو. فاضي يا سما اريو 1 في 3 وايزي كيل سكيور لفريق انوبيس، كان عليه كول ابس جي جدا. ذكر الان اريو لازال يحتاج لصم سكند عشان يكون عنده الفلاش بتاعه، وفيري جود كول اب صراحه من طرف فريق انوبيس باستعمال دمج وسلو والاسد سايكن، وكذلك موفد سبيد من طرف بونكي بهذه الجوس، ياخذوا فيها نظر فيك على مستوى هذه الميد لين ويضيفوا مور جولد الى الفارق لحد الساعه. يب اريو بصراحة كان يعني متقدم شوية أكتر عن اللزوم، كان بيحاول إن هو يجيب الورد، مين وين ما كانش عنده انفورميشن عن الميد لينر بتاع فريق أنوبيس سايكن اللي قدر بسهولة إن هو يعمل له سلو باستخدام الكيو، قدر إن هم ياخدوا كلاية. خلى السكور دلوقتي 4-4، الكيلز متساوية تماما، ولكن الريف هيرالد بيروح لصالح أنوبيس. أوه سينيو يتقدم 1 في 3، هل يكون في مساعدة ولا لا؟ وش نمو صراحة من طرف سينيو على اليوتيوب من طرف تريستانا، فاين يعمل سرفايف لكن لا فلاش انجنايت من طرف فيفر، فيها كيل سكيورد وهوك من طرف انسين على الحائط عشان يعمل بيها ديز انجيج مرة أخرى نشوفها، لأن أنوبيس أخذوا الأوبجيكتيف وأخذوا فيها كيل على هذه الفيورا. ميزة في خاطر ايش اوف طبر قال حضر فضل ذلك لا يتمتع قال من طرف الفولي بير مي بيكون فيها كيل على ميزا 1 اتش بي. يب اكزاكتلي كيل راح تكون سكيورد للاستاذ شادو وولكر اكزاكتلي دبليو يوزد، وفيها كيل فيها هيلين فيري ويل بلايد من طرف تي بي ال اللي خليها صراحة 1 فور 1 لكن خسروا فيها يعني هيرالد على مستوى التوب. اوكي بس اتليست عملوا حاجة يعني، تيت لورد لو كان راح توب لين دلوقتي ما كانش هيبقى ليها أي فايدة، هم خسروا شوية في التوب لين، ولكن بص هنا شادو ووكر مش هيعرف يكمل الريكول. أي 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 مرة صعبة صراحة من طرف شادو وولكر اللي خرج له مانكي من الفوق أوف وار، وكان فيها ليتس سي يعني بيك أب وكان فيها كل على هذا السايلس. كان عندنا البوز يا صم تكنيكال ايشوز موجوده عند اللاعبين و انبوز. اوكي انبوز ولا هنكمل وات اريو؟ لا هو الجيم كله فروزن يعني. اوكي خلينا نبص تاني على الريبلاي اللي حصل في البوتلين. ميزا هنا كان بيكسب ال1 في 1 ولكن ما كانش عنده فكره ان تلت لورد موجود، حاول ان هو يكلير الويف ما كانش سريع كفايه بصراحه، كمان الفولي بير عمل ديسيبل للتاور الدمج بتاع التاور اللي احنا قلنا ان هو باف خلاص مش شغال اني مور بسبب الفولي بير. ميزه حاول يعمل فانسي فيت، حاول ان هو يتوب ما كانتش كافيه في الاخر، التورت والكيل بيروحوا لصالح شادو ووكر، بيروحوا لصالح فريق ذا بوتس. ودلوقتي عندنا للاسف يا شباب في تكنيكال ايشو عند احد من اللاعبين او في حاجه مخليه اللعيبه يعملوا بوز، فالجيم متوقف دلوقتي. ولكن فريق انوبيس معاه ادفانتج من ناحيه الجنجل، يعني لو بصينا على الجوين تقريبا كان معاها 2 او 3 كيلز. الناحيه الثانيه شفنا شادو ووكر برده بيعمل كامباك شويه، ولكن الماب بريشر اوفر اول والتورتس راح ناحيه انا. يب اكزاكتلي يعني التورت رايحه ناحيه انوبيس، الكيلز هم اللي صالح فريق بلاك لوتس، لكن تحس لان الماب كنترول هو اللي صالح فريق انوبيس. سو يعني لتي على انهم لازم لان يكون عندهم هذا البريشر سبيشلي يعني بان عندهم الجي بي اللي يفوز على الفيور على مستوى الايرلي جيم، كذلك يعني مونكي بهذه الجوين اللي وصل تقريبا اللي وصل تقريبا الى باور سبايك تاعه بهذا الناشر شوتس. ويلا وي ار باك اجين جيم ان بوست ونشوف شو ممكن يصير. فريق دبل لاك لوتس ار داون تقريبا ب 3000 جولد ديفرنس مقارنه مع انوبيس، ونشوف شو ممكن يصير. يب يلا بينا نخش على طول على جيم 30 ثانيه بس بتفصلنا عن الدراجون القادم وهو ال كلاود دريك. يمكن مش اقوى دريك في الجيم، ولكن لو انت اهد مش هيخسرك اي حاجه انك تاخد دراجون زي ده. الناحيه الثانيه سينيو بيعمل بريشر في السايد لين زي ما قلت لك، قوه فريق ذا بلاك لوتس دلوقتي هتبقى على السايد لينز، معاك الفيورا معاك الفيروس الاثنين سايد لينرز كويسين جدا يقدروا ان هم يعملوا بريشر بالذات الفيورا. مونكي هنا بيعمل بوش في البوت لين لسه معاه الريفت هيرالد، محتاجش ان هو يستخدمه، يمكن يستخدمه في الميد لين مثلا عشان ياخد برايورتي بعد كده يروح على دريك او على طول يلقوا دريك وذا بلاك لوتس بيردوا الناحيه الثانيه ان هم بيبريشروا الميد لين. يب اكزاكتلي هنا اجان رين وزملائه يحاولون ان يعملوا سكيور على هذا الكلاود. يب اكزاكتلي دراجون سكيور لفريق انوبيس ويقتربون شويه شويه من هذا السول بوينت لحد الساعه،
ينيو استطاع انه ياخذ التاور على مستوى التوب سايد راح يخلي انه يلعب على راحته شويه في هذه التوب لين ضد هذا الجي بي. من وايل انوبيس يتحركون ناحيه الميد لين محاوله اخذ هذه التير 2 يعلمون بوجود بلاك روتس ناحيه هذه التوب سايد. ويلا ليتسي واش كان هابل لحد الساعه، هل يستطيع شادو وولكر ايقاف انوبيس والمد بتاعهم في هذه الميد لين ولا راح يكون الدمج حاضر من طرف رين؟ الدمج اوريدي رين على شادو وولكر يضع الكثير من الدمج نحو الكولابس. يكون في التيميت جن ولا لا؟ فيها غوست من طرف رين وديزنجيج من طرف بلاك لوتس التيميت انتو غوست من طرف هذه الجوين ويستد هذه الميد. يب انا مفكر انه هو هلا انترن هلا فايت، ولكن في الاخر الجوست بتروح من عند مانكي مش مشكله كبيره لان الجوست يعني الكول داون بتاعها مش زي الفلاش، الكول داون بتاعها يمكن 3 دقايق ولا حاجه. سايكن الدريفت بتاعته والجود يرجع تاني على البوت لين يعمل الفارم. ورين هنا لو لاحظت في الفايت اللي فات لقيته بيطلع دامج كتير جدا جدا، خد بالك لازم فريق ذا بلاك لوتس يخلي باله من رين، فما قدروش ان هم يمسكوه في بدايه الفايت هيبقى بيطلع دامج كتير. برضو ميزه عمال بيفارم مع ترينتي فورس كمان معاه الاكسكيوشنرز كولينج بيشتري الزيل ايتم، مش دي نفس البيلد اللي كنا بنشوفه بيعملها؟ كنا بنشوفه بيجيب الديس دانس، كنا بنشوفه بيجيب الهال بريكر، ولكن المره دي ميزه اتجه ان هو يعمل البيلد اللي بتطلع دامج اكتر، البيلد بتاعت الكريت، البيلد بتاعت الدامج، جايز تكون هي دي الحل قصاد السينيو اللي بيهايند دلوقتي في الفارم حوالي 30 مقابل ميزه. ميزه معهوش ولكن بس هو معاه ادفانتج بطبيعه الحال لان هو معاه الفارم كتير. يا اكزاكتلي يعني تحس لان ميزه عنده فارم زياده مقارنه مع فيورا، ويعني هذا هو العادي في الماتش اب، يعني لازم الان الجي بي هو يكون هو اللي اهاد على مستوى الفارم ضد فيورا، لان يعني كيف ما قلنا على ان الجي بي عنده الادفانتج مقارنه مع فيورا. لكن سينيو دوينا ريلي جريت جيم صراحه من هذه الناحيه، يعني عنده كل يعني مات مره واحده هيز ماتشين يعني هذا الجي بي في السي اس رغم على ان ميزه متقدم انستيل اجود بيرفورمانس صراحه من توب لينر فريق بلاك لوتس. هو كذلك في الميد لين يعني مونكي متفوق يعني نتيجة وأداء على تيل ثورد لحد الساعة 2-0-3 على هذه الجوين، وكذلك عنده ادفانتج على مستوى السي اس ويبقى واحد من الهايب هنا واحد من المين كاريز ونقول بالنسبة لفريق أنوبيس بهذه الجوين. تو ايتمز كومبليتد عنده ريف ميكر عنده ناشر توتس او يعني الباور سبايك ريتش لحد الساعة من طرف هذه الجوين. لازم على فريق أنوبيس انهم يعملوا فورس للفايس لحد الساعة لان نشوف تو ايتمز كومبليتد من طرف الاستاذ رين، كذلك تو ايتمز كومبليتد من طرف الجوين، تو ايتمز من طرف هذا الجي بي. ننتظر صراحة أن هذا الأسير أنه يكون عنده السكند آيتم بتاعه then we can force fight then يعني نحس لأن فريق أنوبيس can win skirmishes. يب أهدي إلى حد كبير في الجولد، أهدي إلى حد كبير في الآيتمز، ولكن فريق The Black Lotus بيحاول أن هو يعمل البريشر في الميد لين مرة كمان، ولكن لوت كلير سهولة جدا من عندرين يقدر ان هو يشيل جميع المينيونز من الميد لين. سينيو دايما عامل بريشر في التوب سايد، لو تاخد بالك دايما عامل شافل ويف لعند جي بي عند التاور بتاعه. ميزه مش قادر ان هو يتحرك خالص في التوب لين لان اي تحرك من عنده ممكن يتعاقب عليه بسهوله، ممكن تلاقي تلت لورد بيطلع في التوب تلاقي دامج كتير جدا جاي من عنده، جاي هتلاقي يعني التشيس من عند سينيو، فميزه بيلعبها اكسترا اكسترا سوبر سيف. ويمكن الميد لين برايورتي دي تؤدي الى بارون. انا شايف فريق انوبيس بيحاولوا ان هم ياخدوا بريشر ناحيه البارون بيشيلوا الوردات، ولازم هنا فريق ذا بلاك لوتس ياخد الانفورميشن، لازم يستخدموا الوردات بتاعتهم عشان ياخدوا انفورميشن على البارون. اكزاكتلي انا جان فول فيجن سكيورد من طرف التوب سايد والفيجن بريشر من طرف فريق انوبيس حاسس لانها قويه وقويه جدا، اللي عندهم فيجن على مستوى هذا البارون بيت كذلك على مستوى البيرشز ناحيه التوب سايد وناحيه الميد لين فريق بلاك لوتس. لكن فيجن من طرف الاستاذ سايكل لا نايس دوج من طرف اريوز وملائه السلو موجود على تشيلت لورد وفيري ويل بلايد من طرف ذا بلاك لوتس. هذه طريقه وصول للاستاذ سايكن بهذا الازير لباك لين فريق ذا بلاك لوتس، وانه يعمل دريفت انتو فلاش انتو التيميت، لكن نايس ريفلكس من طرف هذه الميس فورتشن كان فيها فلاش اوت انستنتلي. يب بصراحه اريو انسين انسين رياكشن، قدر ان هو يفلاش في اللحظه اللي شاف فيها سايكن بيعمل الدريفت بتاعته. سايكن عمل دريفت حلوه ولكن في الاخر اريو ضيع الفلاش بتاعته، اضطر ان هو يستخدمها الناحيه الثانيه برضه. سايكن خد بالك استخدم الفلاش بتاعته ففلاش فور فلاش، ولكن ازير اوه رين بيلعب على جسم جدا يتقدم فدتنا على الاستاذ اريو، لكن لا يجي من حاله من طرف تريستانا اللي يكون في كولابس ولا اريو لو اتش بي، لكن لا يتقدم عليه مونكي فيها بلوس مايت. اي 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 ميس بوزيشن حاضر فدتنا من طرف الاستاذ اريو، لكن لا بيكون فيها كولابس على مونكي فدتنا عنده الجوت عنده الاتش ميت شاطور كرب حبيب تريستانا، لكن لا تارجت راح يكون فدتنا داول الاستاذ جيت لارد ففلو اب قال الاستاذ مونكي فدتنا حساب الاتش ميت انا حاضر طرف الجو، لكن لا سيري يجي فيها فرد يخلى وان فروت وفار الهيلي موجوده كان من طرف سيري بالاتش ميت بشاعه، ولكن لا في ديزنجيج ذا بلاك لوتس يخسرون السكيرمش ويخسرون التيم فايت مرة أخرى. أخذوا فيها كل فقط على مونكي
اللي ما ماتش بسهوله صراحه في اللاست تيم فايت وويل بلايد من طرف فريق انوبيس. لاست مان ستاندين من الفريق المغربي يبقى هو شادو وولكر. انوبيس يتحركون ناحيه البارون ارثر وهل يكون هذا هو الموفز لازمهم على انهم ينهون هذه المباراه. ياب بالضبط كده البارون ده هو هيبقى مفتاح المباراه وكل ده حصل بسبب البلاي اللي عملها سايكين في الاول. خد الفلاش بتاعت اريو بعد كده اريو حاول ان هو يوقف في الميد ليد مونكي عظمه على طول جاب عليه الكلايه ما كانش معاه فلاش معهوش اي حاجه يقدر يعملها. بعد كده شفنا انسين دامج من عند مونكي شفنا دامج عالي جدا من عند جي بي. انت بتفايت في الجنجل بتفايت في حته ضيقه فده كل اللي ازير عايزه ده كل اللي جي بي عايزه وكمان جوين هم بيلعبوا على الايوي كلهم بيطلعوا ايوي دامج فكان ايزي فايت جدا بالنسبه لانوبس جيمنج. ولكن فريق ذا بلاك لوتس يقدر يرد دلوقتي جايز يقدروا ياخدوا الدراجون رقم 2 الفانيو بتاعه مش هيبقى عالي ولكن يعني مش هيسيبوه في فريق صالح انوبس جيمنج. ولكن هل يقدروا كونتست قصاد البارون اللي جاي او البارون اللي خدوه انوبس جيمنج هل يقدروا يهولدوا البيس بتاعتهم ولا لا؟ يلا نشوف هل يستطيع فريق بلاك لوتس انهم يعملوا ديفند للبيت بتاعهم ضد هذا البارون موفز ولا البارون باور بلاي قدم من طرف هارديز عند انوبيس ولا لا؟ نشوف ممكن يسير لحد الساعة بقال يأخذون هذا الدريك يصلون الى التعادل لمستوى الدريك سو دريكس لكل الفريقين ويلا شوف شو ممكن يصير لحد الساعة. رين لوكين فيري فيري سترونج بهذه التريستانا كراكن سلاير لورد دومينيك وكذلك فانتوم دانسر دي ايتمز عند هذه التريستانا ولا زلنا ما شفناش جود التيميت صراحة من طرف اريو يستعمل هذه الميس فورتشن. يلا شوف شو ممكن يصير من وايت سينيو سولو بوشن في هذه البوت سايد هل تكون هذه الطريقة عشان انهم ياخذوا فيها تاور ولا لا؟ شوف شو ممكن يصير لحد الساعة سينيو ياخذ فيها تاور هل يستطيع فريق بلاك لوتس الديفند ولا لا؟ التيميت حاضر من طرف شادو وولكر استعمال الميس البراج هل يكون هذا كافي ولا لا؟ يورا رجع لسينيو يحاول انه يعمل بوشن يصير للتير 3 هل نترك هذه الفريق انوبيس يعملوا ريكول ولا لا؟ عندما البارون ارثر يستطيعون انهم يعملوا ريكول سايكن كانسل للتيميت جوجمنت حاضر من طرف الجي بي هل يستطيع سينيو فعلها ولا لا؟ هل ياخذ فيها انهيب؟ داشين اجان حاضر من طرف السايكل لكن لا فيها اوفر فروست التيميت اوت من طرف الاسد شيلد لورد عليه تو ماتش دامج من طرف التريستانا وانهيب سكيورد لصالح فريق ذا بلاك لوتس ناحيه هذه البوت سايد سينيو للجي بي ميزه حاولت الديفند التيميت حاضر من طرف هذه الميس فورتشن تو ويف كلير ويل بلاي صراحه من طرف ذا بلاك لوتس اللي لعبوها فيري فيري كلين واخذوا فيها انهيب هذه هي قوه ماكرو الفريق المغربي. ياب قدروا ان هم يهولدوا البيز وقدروا بالفعل سينيو بالانسين بريشر اللي عمله في البوت سايد قدروا ان هم ياخد الانهيبيتور فريق انوبيس جيمنج هم اللي خدوا البارون ولكن ذا بلاك لوتس قدروا ان هم يرجعوا قدروا ان هم ياخدوا الانهيبيتور وانوبيس جيمنج حاولوا يعملوا الريكول ولكن جس وات ذا بلاك لوتس ما ادهمش اي فرصه ان هم يعملوا الريكول. شفنا التشيس شفنا كوميتمنت بحاجات كتير قوي عشان يقدروا ان هم يهولدوا الويف كانوا مبراج من عند شادو ووكر وكمان البولت تايم من عند اريو. انوبيس جيمنج دلوقتي مش فحال كويس قوي لان اوكي فلاش من عند سينيو اي 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 فيري اجريسيف فلاش من طرف سينيو لكن اجريسيف بزياده شويه يا اجريسيف بزياده صراحه على مونكي لكن كان فيها ويل دون من طرف الاستاذ مونكي اللي استطاع انه يهرب في الاثناء ايفر وسايكن تقدر وسط البوش هل يكون فيها ضايف على شادو ووكر حداري يا شادو ووكر حداري وجود اربع اشخاص من طرف انوبيس في هذه البوت سايد الفوكس راح تكون هي التاور صعب صراحه انك تعمل ديفند اترك هذه التاور فاينلي تاور تسقط لصالح انوبيس مره اخرى في هذه البوت لين لو شو ممكن يصير في ايفر فلوس في صور فليم وزود اجان من طرف الاستاذ شادو ووكر اجان التارجت راح تكون هي التاور هل يستطيع ان اخذ التاور ولا لا؟ مونكي سولو بوشين في هذه الميد لين يورا بتاع السينيو بوشين على مستوى هذه التوب سايد هل ياخذ فيها تير 2 ولا لا؟ اكزاكت ياخذ فيها تير 2 لكن ايجاز الان ذا بلاك لوتس سيخسرون التو انهيبس كان دي ستوب فريق انوبيس ولا لا؟ نشوف شو ممكن يصير لحد الساعه السينيو ياخذ التير 2 نجان محاوله كانسلنا الريكولز من وايل مونكي ياخذ فيها انهيب على مستوى الميد لين تو انهيبس ار داون بالنسبه لصالح بالنسبه لفريق انوبيس ولا بالنسبه لفريق ذا بلاك لوتس من وايل سينيو محاوله اخذ هذه التير 3 هل يستطيع ولا لا؟ ريكول كانسلت من طرف تشيلت لورد لرين وكذلك لسايكن التارجت راح يكون هو الانهيب سينيو في الاوف كام فوكسين هذا الاثناء ولكن لا فلاش ان حدا من طرف سايكن وركن كانسل يوسف سايكن وش مجا من طرف هذا الفولي بير ياخذ فيها كيل فيري ويل بلايد من ذا بلاك لوتس ياخذ الشت داون على رين والشيس مجال موجود من وايل سينيو لكيف ما نشوف ما توفقش لانه ياخذ هذا الانهيب من وايل فلت ناسيني 1 في 2 محاوله انه يدير 1 في 2 مع الميزا وكذلك مع ذا مونكي وفاينلي كيل سكيورد الى الجي بي الى ميزا ويل بلايد صراحه من طرف انوبيس لكن تبقى 1 فور 1 اوف سينيو 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 الوان مان ارمي الراجل عامل انسين بريشر على الماب الراجل تقريبا بماتش البريشر بتاع خمس لعيبه من عند فريق انوبيس جيمنج ولكن في الاخر سينيو بيسقط مره اخرى. بص هنا على الريبلاي ريبوست جميله جدا من عند سينيو ولكن مش هتكون كافيه مش هتصد الدمج الكفايه
من عند فريق أنوبيس جيمينج اللي دلوقتي معاهم اثنين انهيبيتورز خسرانين، يمكن انهيبيتور واحد في البوت سايد ولكن برضو واخدين انهيبيتور في نفس اللين، فالويف هتبقى ايفن، يقدروا ان هم يعملوا دلوقتي بوش للتوب لين، ودقيقه واحده بس بتفصلنا عن الدراجون اللي جاي اللي يمكن العين تبقى عليه من عند التو تيمز. انا شايف دلوقتي الفوليبير الفلور بيتحرك على البوت سايد، ولكن أنوبيس جيمينج ميزة في التوب لين على التليبورت، لو حصل اي مشاكل يقدر ان هو يعمل تليبورت. مونكي كمان بيعمل بوش للبوت لين، ويمكن الفايت اللي جاي ده هو يكون الفايت الفاصل في الجيم بصراحة. انا شايف ان لو سينيو قدر ان هو يعني بطريقة ما يقدر يخش البيز بتاعت فريق أنوبيس قدر ان هو يخش، ولكن بصراحة الموضوع صعب قوي. انت دلوقتي محتاج الفيورا انها تساعد التيم، محتاج انها تفايت مع التيم، لان بص على الويفز كلهم بوشنج ناحية البيز بتاعت بلاك روكس. يعني انت بعد ما قلت كل هذا شوف سينيو ياخذ هول بريكر، ويعني يقول لك لا انا مش راح اعمل جروب، انا راح اكمل السايد لين بريشر لبنيش. ما هو خلاص ما فيهاش يا اكزاكتلي نو تايم كي صراحه جود بريشر وضع على مستوى البوت سايد، عمل بوش لي تو كونسيكتيف ويف، وتحس لان الويف لحد الساعه اللي صالح انوبيس على مستوى البوت سايد. هجمه حذف عندنا في فلاش اوتين سنتي سايكل فودي سبع اندر تو شيبو فيكل اوفرز فار ثاني فريق بلاك لوتس ريو فودي سبع لك الا خليها وان فور سفار تشيل ستار مش فيري ثانك يو فاينلي تو فور وان اركي سكيورد ميزا فودي سبع ثاني يجيب الكل يا اكزاكتلي شادو والكر محاوله ثانيه فيكس يدخل الباك لين وان في تري شادو والكر فودي سبع لك الا مع سينيو مع دمج فيفر راح يكون هو التارجت لحد الساعه 20 نقدر نطرف سينيو لك الا في ديزنجيج. وينك يا مانكي وينك يا دي الجوين سينيو محاولة إكمال هذا التشيس ومحاولة إكمال هذه الفايت لكن لا في ديزنجيج وكل هذا ينتهي ب 2 فور 2 بلاك لوتس ومحاولة الكومباك موجودة صراحة في هذه الأثناء. يب بلاك لوتس لسه في الجيم، لو كله شوية نلاقي إن فريق أنوبيس يمكن بيحاول يقرب على البيز بتاع ذا بلاك لوتس بالذات على التوب لين انهبيتور توريت، ولكن بلاك لوتس على طول موجودين عارفين يوقفوا الاجريشن. وشفت الفاليو بتاع كمان السايلس دايما بياخد الالتيميت بتاع الجي بي بيعمل ازعاج بشكل كبير لفريق أنوبيس. سايكل حاول ان هو يلعبها اجريسيف ولكن كانت 2-2-2 اجريسيف، الراجل دخل عمل تانك للتوريت ما كانش معاه حتى الستوب ووتش اللي معاه دلوقتي وبالفعل اتعاقب عليها وبالفعل مات. البارون رقم 2 بيروح لصالح فريق أنوبيس جيمنج، وهل بالبارون ده يقدروا اخيرا ان هم يندوا الجيم ولا فريق ذا بلاك لوتس يقدر يجيب بيك زي تاني؟ لو فريق ذا بلاك لوتس قدر ان هو يجيب بيك، قدر ان هو مثلا نشوف هوك حلو من عند انسين او كويس من عند انسين، لو قدروا مثلا يموت رين او سايكن في بدايه الفايت يقدروا ان هم يندوا الجيم. خد بالك في سولينز مفهوم حتى انهم تكرس يا صراحه انا قلت لان اذا فريق نوب استطاع الفوز ب 1 تيم فايت ممكن لانهم يعني ينهوا له ذلك الا سينيو ريكول كان زدد لا جابين حذر من طرف الأستاذين عليه دبليو أتاك سبيد ريديوس لحد الساعة رينيس جرين وانشوت من طرف هذه الفيور لكن لا هل يكون فيك إلا في أستوب واش من طرف هذه التريستانا فيري ويل بيد من طرف الأستاذين وأوت بلاي حاضر في الأثناء على هذه الفيور أجاني جيت بوانسر من طرف ساجيت لور تبعت على مونكي شوف معي دامج هذه الجوين ما تاخدش دامج هيل بزاف وتعمل تو ماتش ترو دامج لحد الساعة في هذه زنجيج إنسين شادو والكر إيريو في وضعية سامو محاولة هوكن هذا الحائط من طرف إنسين الفيش موجود ناحية الميد ناحية الطوب وكذلك ناحية البوت بلاك لوتس في وضعية لا يحسنون عليها لحد الساعة ويلا نشوف هل يستطيع فريق أنوبيس إنهاء هذه المباراة والفوز أم الكومباك سيكون من نصيب الفريق المغربي. البوش ناحية التوب سايد أخذنا تاور أخذنا إنهيم والتري إنهيمز أر داون بالنسبة لفريق بلاك لوتس شوف اللي يستطيع إنهاء المباراة ولا لا الفوكس رح يكون هو التاور ثم دمج أجان من طرف الأستاذ مونكي على التاور الكولابس موجود عنده دبليو تاور محاولة ستار من طرف شيلد لورد لكن لا ديزنجيج مرة أخرى رين يحاول يفوكس التاور شو مع دمج تريستانا على التاورز تقدر تشوف الاسترايد دبل منزل كان ترى شادو والكر يكون رين ودمج مش بس كان حضرت اسد ايرو الكذا من ركبه قبل اخذ السايكن فيست اوف بارتنر تو بارزيشن خلاه وان فراسو فار شادو والكر يجيب تاني كيل بيبي هذه الكومباك مركي يتقدم يجيب اول كيل تقدر تشوف فور تو هنا كان سيري يبحث على الفلانك ستان بوينت حضر على فيفر لكن لا في ديزين جاي شادو والكر يجيب الكيل عنده سبوات فور مارتن بارزيشن بدل ما بدلنا يلقى فوجو فور تو مونكي ديلز تو ماتش دامج بهذه سنيب سنيب ويل بلايد صراحه انا روبس يجيبوا الراوند ويجيبوا الفايت ويجيبوا حتى هذه الجيم فيري ويل بلايد سيني محاولة أخذ الكل كريدو ويتش ولا لا صعب صراحة الفوكس سيكون على النكسس جي جي ويل بلايد الفريق المصري يفعل ويفوز باللاست جيم اوف ذا داي. اوف وات ا جيم وات ا جيم فريق ذا بلاك لوتس عايز اقول لك ان هم كانوا بيحاولوا باستماتة كانوا بيحاولوا بيفايتوا لحد اخر دقيقة وبصراحة الجيم كنت تحسه يمكن راح شويه ناحيه أنوبيس جيمينج ولكن اريو او سوري سينيو كان دايما عامل الفرق سينيو كان دايما بيعمل بريشر في السايد لين فكان في منافسه ما بين التو تيمز كانت حلوه جدا فريق أنوبيس جيمينج بيكسب في الاخر نقول لهم جي جي ويل بلايد وهارد لوك لذا بلاك لوتس لعبوا جيم جميل لعبوا جيم يعني عملوا محاوله جيده ولكن في الاخر فريق أنوبيس هو اللي يكون الفائز معانا النهارده باخر جيم في اليوم. يا
يب اكزاكتلي exactly. اخر فائز معنا اليوم سيكون هو فريق انوبيس اللي تفوق على ذا بلاك لوتشز. كانت مباراة جيدة جدا من الطرفين لكن في الاخير يتفوق الفريق المصري. بروبس تو ذا بوت جي جي ويل بلايد لفريق انوبيس. هارد لاك لفريق ذا بلاك لوتشز اللي يخسرون مرة اخرى مباراتهم على التوالي. سي على اننا وي ار دان تو داي موحة. شكرا على جوينين مي صراحة في الكورال كاسين. كانت انا استمتعت معك صراحة. اهوب على ان الشات استمتعوا معنا بالكاس وكذلك بالمباريات اللي كانوا حاضرين معنا. جي جي ويل بلايد للبلايرز. هارد لاك للفريق اللي خسروا وجي جي للتيمز اللي ربحوا معنا اليوم. كانت هذه نهاية ريمش على اليوم. نعود عند نيو فولدر والاناليز.